عسلامة. أهلا عسلامة. مرحبا بيك. الحمد لله عايشك وبيك. خلينا نحكيو شوية، علاش بعض الرجال يخافوا من المرأة اللي شخصيتها قوية؟ بعض الرجال، البعض هي بيان سور، خاطر فما نوعية متاع رجال تعجبهم المرأة اللي شخصيتها قوية. هي الأغلبية، أما لا مش شخصيتها القوية، هي طول المرأة بحكم ولد تخدم ولد كذا ولد معناها تخزن روحها قوية ووقت اللي هذايا أكبر خطأ. المرأة راهو ما فماش مرأة قوية، المرأة راهي ضعيفة بطبعها، والمرأة راهي هي جنس لطيف المرأة مال شنو، لكنه المرأة راهي ما تمتدش قوتها من شخصيتها ومن جهها، لا راهو قوة المرأة برجالها، بوها بخواتها بعموماتها بعشيرتها بدولتها، هذه قوة المرأة فهمتني. أما هي راهي كائن ضعيف نحكوا احنا. أحلاها زادك تكون المرأة شخصيتها قوية. السؤال علاش فما بعض الرجال معناها ما تعجبهمش المرأة ويخافوا منها اللي شخصيتها قوية؟ يا بنتي هو راهو مفهوم الشخصية، راهو تنجم تركبها الشخصية بعوامل أخرى من جملتها مثلا المال والنفوذ وكذا. مش بالضرورة مال ونفوذ. باهي فهمت. توا الراجل تكثر عنده المال ويكثر عنده النفوذ، أول حاجة اللي يخمم فيها هي كثرة النساء، تعدد النساء. رجال كل؟ أغلبية الرجال. والمرأة كي يكثر عندها المال والنفوذ وكذا تولي تخمم باش تستغنى على الرجل، معناها شوف كيفاش في بعضهم. مش بالضرورة. إي هو مش بالضرورة. مش قاعدة يعني. لكن الأغلبية، تو أنت أغلبية الفنانات ولا بس عليهم وكذا كذا تلقاهم ما يتزوجوش. تقول لك أنا مستقلة وقوية بذاتي، فهمت؟ هي مش قوية بذاتها. فماش قلت لك القوة راهو تمتدها من المحيط من قوة المرأة راهو برجالها، فهمت؟ حتى هو ساعات تكون قوته من زوجته أو من أمه. الرجل ما يمتدش قوته من هو باش يحمي، هو القوي باش يحمي مرته، ما تجيش القوة من ساعات ياخذ القوة نتاعو من عندها زادة. والله هذاك هكا المخنص يمتدها من قوة من عندها. لا 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 لا، القاعدة تقول لك هكا الرجال قوامون على النساء، والمرأة فهمني راهي مخلوقة من ضلعك. تو المرأة علاش ديما تحبك أو أكثر بلاصة ترتاح فيها هي كي تتك على الرجل، خاطرها تحن لك الضلع هذاك، هذا العام في القاعدة، لكنه في العام عند المرأة تو بتاع هو كيفاش اكتمل عقل الرجل؟ شوف العام بتاع النساء توا كي تتكى غاديك تولي تخزي تقول نتمنى علاش هيك الضلع برك، ماذا بالي نحط له الضلوع الكل الخارج خلوه تسقف. الراجل عقله كيفاش يكتمل؟ شنو عقله يكتمل؟ الراجل يكتمل عقله من صفاته من شخصيته من كذا. من عند امه. يا بنتي الام، شوف راي اسمعني، الام راي هذيك ما الام راي المصدر والحنان وهي. يا اخي معناها الراجل ما ياخوش قوته من عند امه. يا بنتي الراجل ياخذ قوته من الرجال من بوه. والحنان والعطف والكذا كيما انت الشجره، الشجره انت اللي خلقتها، لا انت عملتك البذره وحميتها وكذا ورعرعتها ومنها. انا نحسك تحب تنفي دور المراه يعني. لا ما نفيش دور المراه، لا دور المراه هو العنصر هو الاساسي. هو الاساسي. فهمت؟ هي هات وحموا الدول مال انتوما النساء وحدي، ما تحميها الرجال وهي اللي تقاومها وهي دور الرجل في حفي حد هو في الحماء وفهمتني، والمراه في نطاقها، كل واحد وعنده ايه. هذا اللي حبيت نفهمه، وعما كي تدخل في بعضها الاختصاصات تولي وقتها ما تجيش، فهمت؟ توا المرأة قالت هي لا أنا مستقل، لا فماش حاجة مستقلة بذاتها، راهو المرأة قوتها وشخصيتها وكذا كذا، راهو فما العرف وفما المجتمع، ما تعرف عليه العرف والمتعارف عليه الدين، هذاك هو. عما كي باش نخرجوا احنا بالدين ونقولوا لا مستقلة بذاتك، فماش حاجة مستقلة بذاتك، إذا كانت قوتك شخصيتك عملتها بذاتك و سامحني أنت راك مريضة نفسانيا، فهمتني؟ والقوة بتاعك اللي هما الرجال المحيطين بيك، بوك وخالك وعمك وكذا، دونك أنت عزلتهم وخلنا. المرأة حياتها كاملة من اللي هي صغيرة للي كبيرة ديما تستحق للرجل. والراجل كيف راهو يستحق يعني للمرأة، سوى أمه ولا زوجته، والمرأة كيف راهو سوى أبوها ولا زوجها نهار آخر. يا بنتي يستحقوا لبعضهم الزوز. يا بنتي شوف هو مش يستحقوا لبعضهم، هو مكمل لبعضه، فهمتها؟ مكمل لبعضه، مش يستحق. شنو باش يستحق ولا هي باش تستحق؟ يعني ما تلقاش معناها، تلقى هكا ساعات راجل يقول لك انا مش مستحق مرا في حياتي جمله، وتلقى مرا تقول لك انا مش مستحق راجل في حياتي جمله، وقت اللي هما مستحقين بعضهم يعني مكملين بعضهم. لا النوعيه ذاك مريض، النوعيه ذاك انا واحد من الناس يقول مانيش مستحق، اللي ماهوش المرأة اللي تجي تقول أنا ما صاي وصلت بشخصيتي وكذا كذا ماش مستحقة للراجل، هذيك لو كان جبت بنتي ولا عندي عليها سلطة نهزها لطبيب نفساني فهمني ونداوي لها لأنها مريضة نفسانية، هذيك هذاك شاذ، هذاك يسمى فجور،
فهمني؟ لانه عندنا ديننا وعندنا العرف وعندنا المجتمع، اي مش تخرج على السيركل هذاك هنا تولي فاجر، مش تجيب معطى جديد وكذا كذا وفساد هذا، فهمتني؟ هذا الفساد في الارض بغير حق، فهمت؟ ما تجيش، ما يجيش. هذا انسان مريض، سامحني، مريض نفسي، لازمه فهمني يداوي نفسيته وكذا كذا، وهذاك علاش شوف يتاخر يسب الزواج وكذا كذا، لانه اغلبيه الشعب مريض. داخل في الشذوذ وداخل في كذا، بغيتاء لا مانيش مستحق، لا انت ميولاتك الجنسيه شاذه وانت مريض، شخصيتك الشخصيه ما تمرض زاده. ما تمرض زاده مطالب باش تداوي شخصيتك، فهمتها؟ الرجل محتاج للمراه والمراه محتاجه. سؤال اللي انت ما حبيتش تجاوب عليه، علاش الرجل يخاف من المراه اللي شخصيتها قويه؟ لا بنتي مش حكايه. ما يختلفوا راهو النساء على بعضهم، فما اللي شخصيتها قويه، فما اللي شخصيتها ضعيفه. يا ودي شخصيتها قيبة يعني في الحق في دارها في كذا، منا انت الراجل زاد مش مطالب باش يدخل في غسيل الماعون وفي كذا، عنده دوره. المراه كي تولي تحب تشد هي الادوار الزوز، هذه المراه هذه مريضه، عندك دورك هذاك هو. حتى الراجل عادش بيه كان عاون مرته معناه في شؤون المنزليه، عيب ولا عيب؟ ماهوش عيب. لا عيب عندي انا، عيب اذا كان انت عيب. إذا أنا كمرأة نحترم ياسر الرجل اللي يعاون مرته في الكوجينة. أنا ما نحترموش يا خويا، كل واحد إذا كان مريضة ولا كذا هنا حاجة أخرى، مطالب باش تعاونها ومطالب باش تقوم بالواجبات هذيك. شوف مش هي راهي تشرط عليه تقول له هيا عاوني في الكوجينة، هو وحده يا يحط معاها الطاولة يا يغسل معاها ماعون، حاجة هكا، مش باش يتلهي بالشؤون المنزلية الكل، يحب يعاون مرته، ما يحبش مرته تتعب. أنت عندك وزارة الخارجية وهي عندها وزارة الداخلية. مريضة تعاونها ومش مزية ويلزمك تعاونها، هذاك يولي فرض عليك. خاصة المرأة اللي تخدم وراجل زاد يخدم، يعني زوز تعبين في الشارع، أكيد باش يتعاونوا زاد في الدار. خويا هاكا عندك الصغير كمل رضع وكمل كوش. تحية للرجال اللي يعاونوا نساهم الكل في الدار. يا بنتي أنا خويا ما نحييش، أنا عندي أنا لا كل واحد المرأة مرأة والراجل راجل، فهمتها؟ مالا كيفاش الهيبة وكيفاش كذا وكيفاش كذا، بك الحاجات التفاصيل الصغيرة. حياة أنا تو نغسل الماعون. علاقة زوجية هي حياة مشتركة بين المرأة والراجل. يا بنتي حياة مشتركة في بالي، أنت تخدم وتوفر وتحمي حتى هي تخدم وتوفر وتحمي. اسمعني، كي يمرض الصغير تهزه في الليل، وكي واحد يحاول باش يعتدي على عائلتك تولي تحمي عائلتك وتوقف وقفة الرجال. هذاك هو، فهمت؟ عم باش ندوروها معون باسم الحمايه وكذا كذا، نغسل معاها المعون ونطيب الفطور، شنو اللي مازال مال؟ شنو المشكل؟ يا بنتي انا نحكي على روحي، انا عندي انا مشكل، لا كل حاجه بلاصتها. الراجل عنده هيبته، يا بنتي من المفروض المراه تغسل صقير راجلها واجب هذاك وفرض. شنو عيب تغسل صقير راجلها؟ لا مش عيب، تغسل له ساقيه وتوفر له راحته وتوفر له الهدوء وتوفر له كذا. هي كيفاش عاشوا مياتنا وبياتنا قبل؟ انت هوني تحكي على مراه شد الدار، واحنا نحكيو على مراه اللي تخدم زاده. يا بنتي هي القاعده زاده مراه تشد الدار، وحتى وكان تخدم زاده توفر زاده الزوج والدار، اذا كان تلقى باش توفر لراجلها واولادها زاد لازم توفر زاد حق ولدها عليها. اما شنو زاد جايب صغار انا باش نربيهم باش يربيهم لي فلان وفلتان وفلتان، كيما باش تربيهم هي باش تخزر صغارها وتحمي صغارها، فهمتني؟ ها هي تخدم ولادها متشردين في الشارع. لكن للاسف اليوم اغلبيه الرجال ما ينجموش وحدهم، هذاك علاش المراه خرجت باش تعاون الراجل، معناها اليوم المراه خرجت باش تعاون الراجل، ولات المراه سيئه يعني ما تربيش. يا بنتي تنجم توفر كل شيء بأبسط الأشياء ومرتك تقتنع وتنجم كل واحد يشد دوره، أما احنا باسم هذيك ما عادش نجم، والحياة غليت والحياة تهردت ولينا سايبنا الشذوذ. لا غلط غلط. شنو هو اللي غلط؟ غلط هذا الكل غلط، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ربي قال للمرأة تشد دارها والرجل يخدم على روحه. خليني في القاعدة ذي، شنو باش تلسف لي في ما نسمعكش، سامحني ما نسمعك. ناكل خبز وماء، فهمتني؟ وقد ما خبز وكعبه طماطم ومشاديه دارها ومستوره ورجلها يندب على سعده لبرا، خير هي قاعده في الدار. هي واقع، هي واقع، على الاقل لك بكرامتها وهي تربي وليداتها وكذا. ممكن كعبه البطاطا هذيك وكعبه الطماطم ربي يبارك فيها وتطلع ذريه صالحه ويطلع راجلها، فهمني؟ كذا خير من اللي الزوج يرتل بره. محمد علي نحترم رايك كما كل مره، نخلي لك الكلمه الاخيره. كلمة الأخيرة هذاك هو اللي قلته أنا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذاك ربي خلقها هكاك، واللي يحكي عكس هذايا سامحني منه شاذ، يداوي روحه. شكراً.